من الدول الأوروبية والدول العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأحبة من بغداد الحبيبة على أرض معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 25 بحضور 620 دار نشر من بغداد أكيد، ومن المحافظات من العراق وأيضا من الدول العربية والدول الأوروبية. اليوم أنا وياكم راح نتجول ونشوف أغلب أهم الأشياء اللي موجودة، وهذه دعوة لكم. راح يكون المعرض من اليوم يوم 12 بالشهر إلى يوم 22، فلكل المقبلين على الدراسة القرطاسية موجودة والكتب والمصادر وأهمها، وكل هواة ومحبين القراءة تعالوا المعرض بغداد. وهذه الساعة بالتحديد اللي احنا حددناها لللايف الساعة 7 هي ذروة المعرض، ونشوف أغلب الناس تتجول وتتوافد للمعرض وتشوف أهم الإصدارات وأهم الكتب وأهم الأشياء الموجودة في المعرض. هذا المعرض طبعا تم بتعاون أكيد برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشاع السوداني، وأكيد بشركات، وأهم الشركات هي شركة صدى العارف. راح نتعرف على التنظيم وكيف دار التنظيم مع الأستاذ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا ثائر الإصامي، نائب رئيس اتحاد الناشرين العراقيين. اليوم نتكلم عن شركة صدى العارف. بالنسبة لشركة صدى العارف هي اللي مؤسسة لهذا المعرض، يعني اللي إداريا وتنظيميا، وايضا يعني بالنسبه لشركه صدى العارف هي من الشركات اللي يعني القيمه المعموله باداره المعارض، لها خبره صار اكثر من 12 سنه، وبالتعاون مع اتحاد الناشرين العراقيين الراعي الرسمي ومع الاتحاد، وايضا هم شركه العارف ايضا هم اعضاء في اتحاد الناشرين العراقيين. اليوم كان الافتتاح، افتتح الدوره 25 دوله رئيس الوزراء، كان الافتتاح أعطى نيابة لوزير الثقافة، أيضا كان حاضرين وزراء، وزير التربية، وزير الشباب، وأيضا وزير التجارة. هذا الافتتاح لهذه السنة كان من الأمور المميزة لمشاركة أكثر من 600 دار نشر عراقية وعربية وأجنبية بمشاركة 17 دولة، يعني في 17 دولة، هاي أول سنة أن تشارك فيها 17 دولة بهذا المعرض للتبادل الثقافي الحاصل بين ثقافة العراق والكتاب العراقيين والعرب وأيضا الأجانب. هذه أهم الإضافات لهذا العام، كيفية التنظيم من الإعداد. أنا أشوف معظم الأماكن أو الدور في نفس المكان، جت في نفس القاعة، يقول هذا ما يميزنا. بعض الأشخاص سألتهم يقول حتى الناس تندلنا، واحنا في بداية السنة يمكن اجونا، والعام ايضا انتم موجودين، فالناس حفظت مكاننا، وهذا ما يميز التنظيم المهم اللي هو نفسه مطبق وبإضافات جديدة. هي بصراحة يعني احنا هذا ارتئينا ان كل دار نشر تشارك من عندنا من اكثر من دورة، فالمكان مالته فيقول لك هذا مكان يعني تعودت عليه، كأنما مكان انت تعود. ايش قلنا لهم احنا بالإضافة للتعود انه تسوي مكانك تميزه انت. فمعظم الديكورات يعني صارت على نظام الدور النشر اللي هي منظم ابداع، وصار به تمييز، وايضا اشترك في التنظيم، يعني هذه من الامور التنظيميه، هذه ما تجديها باقي المعارض. المعرض الوحيد معرض بغداد الدولي للكتاب هي هاي خلاها الخاصيه في هذا المعرض. أنا ممنونة لك، شكرا أستاذ ثائر، الله يحفظك. أكيد إحنا ما يميز المعرض اليوم بالعتبة العلوية المقدسة، راح نبدو إياها. شوفوا هذه اللوحة، هذه اللوحة بدل ما أنت تبحث في المكان عن كتاب معين، تجي هنا تقرأ العناوين أو تكتب شنو اللي تريد من مؤلفات، تكتب مثلا أي كتاب معين موجود العنوان والمؤلف والناشر. هذا كأنما أنت حاسبة. هذه اللوحة أول مرة موجودة في معرض بغداد الدولي للكتاب، وأيضا في مميزات العتبة العلوية المقدسة راح نعرفها. ويسيدنا السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل هنا، تعرف على حضرتك.
كرار الحلو مسؤول جناح العتبة العلوية وأمين عام مكتبة الروضة الحيدرية. أهلا بك سيد كرار. خلينا نتكلم عن مميزات العتبة العلوية المقدسة وإضافاتها لهذا العام. الإضافة الأولى مثل ما تفضلت جنابك شرحتها هاي إضافة جدا مهمة، يعني خلينا المستفيد من الكتب من دور النشر هنا في غنى عن سؤال أكثر من دار أن يتواجد الكتاب، فحصلت هذه المبادرة على إشادات كبيرة صراحة من المسؤولين من الرواد من المستفيدين. الإضافة الثانية هي الإضافة الإحصائية، يعني تعرفين حضرتك أنه قبل كانت الرواد تدخل وتطلع بدون ما يعرفون يعني الكم الهائل من الشباب الطبقات المختلفة اللي ترتاد المعارض، فكانت تبقى الأرقام يعني مبهمة. الآن لا، إحصائيات دقيقة باستخدام أجهزة متطورة جدا مدعمة بالذكاء الصناعي تحتسب نقاط الدخول والخروج من جهات متعددة من بوابات متعددة، وإن شاء الله نهاية كل ليلة راح نعطي إحصائيات دقيقة. الإصدارات الجديدة الموجودة في العتبة، احنا يعني عندنا اصدارات عديده ولكن صراحه اهم الاصدارات هي سلسله الصحافه النجفيه اللي هي توثق وتورشف للصحافه النجفيه على مدى 100 سنه من الان، على 1901 اول اصدارات والان. كذلك عندنا المنتخبات، المنتخب من الشعر النبوي، المنتخب من الشعر العلوي، المنتخب من الشعر الفاطمي، اصدارات جديده وراح تتوالى ان شاء الله الى 12 اصدار اخر. ما شاء الله، ممنونة جدا، موفقين. مشاهدينا مثل ما تفضل السيد بموجود، وأيضا بالإضافة لذلك في قنبر وما أدراك ما قنبر، هذه المجلة الخاصة للأطفال بها كل الإصدارات وأيضا كل المواضيع الخاصة بها، فهذه دعوة لكم تجون لجناح العتبة العلوية المقدسة. خلينا نشوف شاشة الإحصائية. تفضل السيد كرار قال بأنه في إحصائية اليوم، هذه محمد هذه الشاشة هي تعد الناس اللي يدخلون للمعرض كأنما الأعداد الزائرين بالزيارة الأربعينية، هذه نفس الشيء، هذه بها استشعار للوجه ما يتكرر. شوفوا لحد الآن داخلين من هذا الباب 7634، حلو إنجاز لحد هذه الساعة. اليوم الساعة 10 الصبح افتتح المعرض ولحد الآن هذا العدد، هذا إنجاز. خلينا ننتقل إلى العتبة العباسية المقدسة، خلينا نشوف منو موجود بيها. أكيد بالعتبة العباسية أهم ما يميزها أنه تكتب في صفحة، هذه هي صفحة قسم الشؤون الفكرية والثقافية، تكتب الإهداء وتكتب ما يعني شنو رسالة تحب توجهها للمنظمين. خلينا نشوف منو موجود هنا بالعتبة العباسية حتى يتكلمنا عن أهم الكتب الموجودة والإصدارات، وأيضا في رسائل عملية وغيرها من الكتب وحتى الرسائل الأكاديمية أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم، شلون الصحة؟ تعرف على حضرتك؟ الله يخليك. سيد محمد العرج، الله يحفظك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاركة العتبة العباسية في معرض بغداد الدولي للكتاب بنسخته 25، طبعا يتميز جناح العتبة أن جميع الإصدارات الموجودة في هذا الجناح هي من تحقيق وطباعة العتبة العباسية المقدسة. عرض في هذا الجناح أكثر من 670 إصدار ما بين موسوعات ومجلات محكمة وكتب دينية وعقادية. الغاية من المشاركة هي طبعا نشر ثقافة أهل البيت عليه السلام وتعريف الزائر الكريم بأن العتبة العباسية مو فقط مزار وإنما صرع علمي يخاطب جميع الفئات الأكاديمية والحوزوي والشباب وإصدارات للطفولة أيضا. شنو الجديد هذا العام من إصدارات؟ طبعا أكثر من 130 إصدار يفرق عن العام السابق ما بين موسوعات ومجلات وأيضا كتب دينية. ما شاء الله، موفقين، ممنونة جدا. ننتقل وياكم إلى دار العصر. دار العصر لكل محبين قادة النصر وشهدائنا الأبرار والحشد الشعبي. دار النصر خصص كتب خاصة وأيضا مسابقات راح نتعرف عليها أكثر مع الأستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد محمد الشريفي مدير المبيعات دار العصر للطباعة والنشر. أنا تفضلت قبل لا أسويك لقاء قلت لكل محبين قادة النصر والحشد الشعبي وشهدائنا الأبطال، من قصص موجودة عندكم ممكن تفصل لي أكثر حول أفكار هذه الكتب الموجودة عندكم؟ دار العصر حملت على عاتقها توثيق ورسم كل إنجازات وبطولات قادة النصر والحشد الشعبي المقدس ومحور المقاومة في أجمعه. حقيقة الحال إحنا كل ما نوثق من كتب هي إصدارات حديثة لهذا العام
حبينا بأن نكون من الرواد بهذا المجال. حقيقة احنا ابدعنا في بعض الكتب وهي ما تخص محور المقاومة، من بيناتها هي قصة هذا الكتاب اللي من ساعة انا شرحت لك عنه، الكتاب الذي هذا الكتاب هو للقائد السنوار. هذا الكتاب هو كتبه بقلمه صراحة، وهو كان في السجن يعني. فاحنا ارتئينا على انه يكون هذا الكتاب حتى يكون نشره باوسع ما يمكن، فخصصنا فيه جائزه، وهذه الجائزه هي بسيطه، هي سفره الى العتبات المقدسه في سوريا، وبسعر رمزي بسيط حتى تكون اكثر من المشاركين عن طريق اسئله واجوبه بسيطه، وتكون بشكل فعال وناجح ان شاء الله، ونسال الله التوفيق للجميع ان شاء الله. والكتاب الثاني؟ الكتاب الاخر وهو الكتاب يتحدث عن قائد محور المقاومه الحاج قاسم سليماني رحمه الله عليه. وهذا القائد الحقيقة لما له من يعني معزة خاصة في قلوب المؤمنين. أيضا ارتئينا بهذا المجال بأنه يكون هناك فد فعالية بسيطة تقوم على عاتقها دار العصر بأن تقديم فد شيء ولو بشكل رمزي لهذا القائد الملهم حقيقة. فنسأل الله التوفيق أيضا للجميع، ونسأل الله أن يوفقنا لمراضيه إن شاء الله، ونسعى في سعيه ونسير على طريقه إن شاء الله. بارك الله بكم. إذن هذه دعوة لكم مشاهدين، دار العصر C2 في الجناح موجودة في مسابقتين، كتاب الشوك والقرنفل ومدرسة سليمانية. بتقرأ الكتاب وفي أسئلة والأجوبة ضمن الكتاب، تروح زيارة للسيدة زينب سلام الله عليها أو زيارة للإمام رضا سلام الله عليه. شكرا لكم، موفقين وأحسنتم على هذه المبادرات. شكرا لكم، مستمرين وياكم مشاهدينا. ننتقل إلى دار نشر آخر. أو سلام عليكم، الله يساعدك. سلام. سلام من إيران. تحكي عربي؟ تتكلم عربي؟ No, I speak Arab. English, Farsi. English. Talk about the books in. Books in. قرآن and نهج البلاغة، صحيفة سجادية، مفاتي in جلد طبي. Yes. Now $100 to كاب $300. عند الكتب أي هدية هذه ماتين شقد؟ $3 هاي؟ شنو مميزاتها هذه؟ ها دينار ثلاث. ها حلو، أي هدية كلش حلوة. شكرا جزيلا الأخوان من إيران أيضا موجودين في الدار. خلينا نشوف. السلام عليكم من مصر، تعرف عليك. جمال سليمان. جمال سليمان. تكلم لي شوية عن الدار مالتكم. دار نشر مصرية متخصصة في الأدب بصفة خاصة والنشر عام. أهلا وسهلا. شيء مميز تشاركون كل عام، كل سنة تجون لبغداد؟ نشارك كل عام، وما يميزنا ترجمات من الأدب الياباني أكثر ما يميز دار بيبلوماني. شلون تشوف الإقبال على الدار؟ نعرف اليوم أول يوم، هذه الساعات الأولى. هو الإقبال بصفة عامة في أول يوم جيد، يعني هو كإقبال، لكن هو يعني الكتب ثم يقرر لاحقا الشراء. هذا بالضبط ياخذ فكره الشباب عن ما موجود وشنو يستهويهم ويحبوه، بعد ذلك راح يشتروه. لا تنسى مبادره اقرا راح اشرحها ايضا للمشاهدين. اهلا وسهلا. شكرا، الله يحفظك. مبادره اقرا مشاهدينا الكل يجيب استنساخ وياه الموحده او جنسيه وينطيها للبوث الخاص بدايه هذا الجناح. الجناح هذا يعطوك كوبون قيمته تقريبا 25,000 دينار، تشتريها مجانيه، تعطيهم بس الكوبون من دار الواحد. اذا هذه دعوه للشباب وكل الناس اكيد، وتسهيل الامور وايضا تسهيل المصاريف عليهم حتى يشترون باقل تكلفه. السلام عليكم اخوان، شلونكم؟ تعرف عليكم. ورحمه الله. مرحبا. اهلا وسهلا، انا محمد حسين. يا اهلا بك. طالب انت لو خريج؟ لا انا مهندس خريج. ما شاء الله. شنو اللي اشتريته لحد الان؟ شوفني شنو اشتريت. كيدز توي، دائما مواجهات. المن هاي؟ عندنا اطفال بالبيت. اشتريت لهم هاي الالعاب الفكريه، لانه احنا بعيدين عن الايباد والتليفون وهي. صحيح، بنفس الوقت تحسن من قوه تركيز ايديهم لاعصابهم. هي موجوده على السوشيال ميديا، تقدر انه توصى عليها، بس انت اشتريتها منها يمكن اقل اسعار او شيء. لا انا على الاكسبيرينس، يعني جيت يعني بدي اتونس بالاجواء،
شفتها وعجبتني اخذت نظري فاشتريتها. ان شاء الله تلقى الشيء ايضا لك. شكرا لك، ممنونه جدا. موجوده ايضا مثل ما اشترى المهندس الاشياء للاطفال اللي عندهم اشياء فكريه تعليميه موجوده. السلام عليكم اخوان، شلونكم؟ السلام. تعرف عليكم شوي امام الكاميرا، تعال من نايم. جعفر. جعفر شنو طالب؟ خريج؟ متخرج. متخرج، شنو تحب؟ قراءة؟ تقرأ؟ غالبا كتب دينية، مؤلفات، مجلدات. مثل ايش كتب؟ الصحاح، حسب التفسير. اكو شيء معين اجيت عليه حد هسه لقيته؟ لا بالك؟ لا. لا ما حاطينه في بالي من طلعت من البيت، بس انه حتى اللي يستعصى عليه بي دي اف موجود. كل سنه تجي للمعرض؟ كل دوره تقريبا. كل دوره تجي، وهذه السنه هاي مرتين، بدايه السنه وهسه بدايه السنه. اغلب الدور جايين نفسهم وعندهم اضافات، يمكن لاحظت هذا الشيء. التكرار يعني مشكله، مشاكل هاي. لا لا بالعكس، انه بعض الدار يمكن طور وبعد ما لاحظت. احنا لاحظنا لان احنا متابعين. هسه راح تلاحظ اذا تحفظ في مكان معين سنه الاخ راح تشوفه باضافات جديده. يعني متعامل ويا وايد دور قبل، عندي اصدقاء من البوثات موجودين نفس الوجه. عرب الغياب عرب السوريين اكثر شيء، اللبنانيين اكثر شيء، من جانب الديني فاللبنانيين اكثر شيء صار احتكاك وياهم. ممنونة جدا، موفق ان شاء الله. شكرا جزيلا. شاب مهتم بالدراسة الدينية، والله عشتينا. السلام عليكم، الله يساعدكم. لا يعني زائر للمعرض. زائر، شنو تحب تقرا؟ يعني انا متخصص في اللغة العربية، ويعني اهوى الفلسفة، يعني كتب الفلسفية. نعم. يبالك شيء معين لو حاب؟ لا دائما اقرب للتأويلية، يعني قضية قراءة النص كيف تكون، يعني نظرية التأويلية كيف نقرأ النص. يعني العالم اليوم مشغول بقراءة النص. تشوف معرض بغداد يضيف لك؟ يعني بالتأكيد نعم. كل سنة انت حاضر بالدورات؟ يعني اغلب السنوات انا حاضر. نعم. صار لك ايش قد من جيت؟ كم ساعة؟ يعني ساعة تقريبا. ساعة ساعة بس قصت بالكتب. الدار التونسية حقيقة. يعني على بالي انت صاحب الدار. لا لا. السلام عليكم. اي نعم. السلام عليكم، مرحبا. وعليكم اكرم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفنا عن المجمع مالك. هذا مجمع الأطرش لكتاب المختص، وهذا دكتور سالم الأطرش صاحب الدار. يا هذه أول مشاركة لنا في هذا المعرض. والمشارك الوحيد من تونس. شرفنا بيك، نورتنا. الله يحفظكم. اهم الاصدارات الموجوده اللي جيت وياكم صندوقكم من التونس. نعم، هذه مؤسسه اكاديميه بالاساس تعنى بالكتاب الجامعي وبالكتاب الاكاديمي المختص. بها القانون طبعا بشتى ضروبه، من قانون عام وقانون خاص وجزائي ومدني وغيره. اضف الى ذلك كل ما هو علوم انسانيه مثل علم الاجتماع والفلسفه والتاريخ واللسانيات والادب والاسلاميات. لكن دائما برؤية مغاربية نقدية بالأساس وليست تراكمية، وهذا ربما ما يميز الكتاب التونسي عن غيره. لكل الطلاب باحثين في دراساتهم مجمع الأطرش موجود، وإن شاء الله يكون بيوافي كل ما تحتاجون. ممنونة. شكرا سيدتي. شكرا، الله يحفظكم. مستمرين وياكم مشاهدينا، خلينا نشوف، ننتقل إلى دار آخر. السلام عليكم، شلونكم؟ مرحبا. إيش أمام الكاميرا، تعالي هنا. اوكي. مرحبا. اهلا وسهلا. اعرف عليكم؟ اي دار تركواز. اي عرفنا عن الدار. عن الدار هذا الدار خاص بمجموعه قصص دا اشوف، مو صحيح؟ ماخذين وكاله من دار الادب العربي، وكاله رسميه، ودار السماء ودار الخيال. هذا دار تركواز موجوده كل كتب اسامه المسلم وكتب احمد الحمدان. شكرا، ممنونه لكم، الله يحفظكم. مؤسسه دار الاسلام، نقدر نسوي معكم لقاء؟ السلام عليكم. تفضل هنا، خلينا نتعرف عليك. تعرف عليكم؟ استاذ ابو علي. يا اهلا وسهلا. عرفنا اكثر عن مكانكم، عن المؤسسه. مؤسسه دار الاسلام. نعم. وجامعه الامام الصادق، يعني مشترك. اي نعم. اهم اصدارات جامعه الامام الصادق وغيرها. اصدارات دار الاسلام، جامعه الامام الصادق. في اصدارات للطلاب؟ الطلاب خاصه بمكتبه الجامعه. نعم. بس هنا هسه حاليا خاصة بس السيد حسين الشامي والاساتذة الباقيين موجودين. شلون اسعارها؟ اسعارها والله رخيصة جدا يعني بصراحة، بالنسبة للوضعية والوقت كلش يعني. يكفي مبادرة اقرأ. اقرأ ايضا ساعدت.
شباب يعني بدأوا يتجهون للقراءة، لأنه الانترنت والإنستغرام شوي أثر على ثقافة الطالب والشاب. ليش؟ لأنه يريد كل شيء حاضر، فجربوها بعض الشباب خلال هاي السنوات اللي مضت فشافوها أنه ما بها ثقافة، فالكتاب هو الثقافة. أول شيء يجعل انفتاح بالعقل وفصاحة باللسان، لأن الكتاب إذا ما يقري ما يصير إنسان، ما عنده فصاحة بالكلام. من هذا الباب انهمى الكتاب لمدة عدة سنوات، بعدين هسه الشباب رجعوا يراجعون نفسهم، شافوا ما عتمد ايش الثقافة، وبالأخص طلاب الجامعات والكليات، فحسوا لما تخرجوا ما شافوا عندهم ذيك الثقافة وذاك الاطلاع. اختصاصهم هذه كارثة، يعني هواي مختصين باختصاصات معينة وما عنده ثقافة باختصاصه. أصبح يتيم يعني بصراحة عدة سنوات، بس حاليا بدأت الشباب أشكرك، وهذه نقطة مهمة جدا، وإشادة بينكم وجامعة تقول إنه الشباب ده يقرون، هذا شيء جيد، شكرا. الله يحفظكم. خلينا ننتقل إلى دار المهالي للطباعة. السلام عليكم، شلون الصحة؟ شو أخبار؟ والله الحمد لله. عندكم من إصدارات؟ السلام عليكم. تعالي. يا هلا، السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو أخباركم؟ شنو على دار المهالي؟ نطلع اللايف. دار المها دار نشر، أول دار نشر بديالة، يهتم بطباعة الكتب والنشاطات الشباب بكل يعني بكل نواحي، الدراسة والروايات والشعر والأداب بشكل عام. أول دار نشر في محافظة ديالة. أنتوا بيناتكم شباب كونتوا هذا الدار؟ وفن ست مها هي يعني صديقتنا، يعني هي حاليا راحت سنة. شنو إضافاتكم هذا العام؟ والله مو العفو، أنا ما أقدر أتكلم عنهم لأنهم يلا أوكي، يعني إحنا غير دار، هم أي دار؟ إحنا دار الورشة. تكلمنا عن دار الورشة، هذه أيضا من جلال ومن غير مكان؟ لا هاي من بغداد إن شاء الله متنبي. نعم شنو إصداراتكم؟ إضافاتكم هذا العام؟ إصداراتنا الكل يعني كل الفئات والأعمار وكل الأصناف الأدبية من الشعر والرواية والدراسة. وأنتوا أيضا مخلصين هنا هاي 3 كتب بخمسة. حلو، أسعار زينة ومناسبة جدا. هو صحيح حتى الكل يقدر يشتري. حلو، كل الشباب هذه قصص، مجموعة قصصية، قصص روايات شعر بشكل عام موجود كل شيء، يعني سعر بسيط رمزي حتى الكل يقدر يشتري ويستمتع. ممنونة جدا وعشتيتكم على هذه المبادرة حتى الكل يقدر يقرأ ويشتري. مرحبا شلونك؟ أهلا وسهلا حبيبتي. هنا عندنا كاتبة عارفين عنك أكيد، شفتك العام الماضي الإصدار مالتك، كلمينا عنه. كتاب دل كتابك أي دار شنو؟ كتاب رابط أبدي. أي حكيت لك عنه أنه هو كتبته خلال 5 أشهر. يتكلم الكتاب عن شو اسمه، هي حفرة عميقة. نعم هي حفرة عميقة، اللي يدخل بيها ما يطلع من كثر التلوث اللي صار. لأنه الحب اختلط بالظلم والنقاء صار تعديش نظرة عميقة للحياة، بحيث أن تقولين ممكن الهموم ممكن المشاكل اللي بالحياة تدخلك في شخص كرواية عادية، لكن لما يدقق بها راح يشوف كمية الدروس اللي موجودة بيها. اي فهي مو مجرد شيء يستمتع به، انما هي درس يتقدم له على طبق من ذهب. حلو، عشتي ذي عمر صغير، عندك شيء تفكر وهيك وعي. اتمنى العام السنة القادمة ايضا يكون عندك اصدار ان شاء الله. اني ممنونة حبيبتي. اصداري راح يكون كتاب ياسمين، أهم رواية. الكتاب يتحدث عن بنية، هاي البنية أول ما يبدون يقرون الكتاب يشوفون أمها وأبوها ينقطع رأسهم. أي تشويق بالموضوع، لا تحكي لنا الفكرة زين، ننتظرك. حلو، ملوك ظالمين وغموض. أي حلو أكشن. ممنونة حبيبتي، موفقة وإن شاء الله بيعلين. شكرا جزيلا حبيبتي، أكيد مستمرين وياكم مشاهدينا. خلينا نشوف. السلام عليكم، قدر تعرف عليكم؟ مرحبا شلونكم؟ هنا مكتبة فرويد، مكتبة فرويد، عرفنا على المكتبة؟
مرحبا، مكتب فرويد مختصة بالكتب الإنجليزية للروايات والتنمية للشباب وبعد أصحاب البزنس. حلو، زين. هذه أنا أشوفها كل سنة وأشوف هواي إقبال عليها. حلو الناس بدت للغة أكثر، تشوف الشباب يقرون لغة إنجليزية هواي. بالضبط، يعني إحنا هذا الجيل اللي دي يصعد حالياً هو جيل بإنترنت وتشي ودائماً يطور، إنه إذا بس يطور اللغة مالته حتى يحصل الشغل. تعرفين هسه أنت أقرب شغل تحصله لازم أنت عندك إنجليزي بسيطة، وحتى لو أنت في شغل عربي لازم أنت حتى تراسل أحد أو تدزل إيميل أحد، فلازم يكون أنت معرف كامل باللغة. عندكم كتب تطويرية للغة؟ باللي أنت عندك موجودة هواي مواضيع خاصة بمختلفة، لكن تطوير اللغة موجود؟ بالضبط، احنا مكتب ما دام مختص باللغه الانجليزيه لازم احنا نوفر هذا. اللي يريد يطور اللغه مالته، اللي يريد مثلا يستمتع بالروايه، يريد يطور نفسه بالبزنس، احنا كل شيء موجود عندنا. ايضا اللي محتاج شيء معين بباله يسالكم، فانتم تفيدوا في مكتبه فرويد موجوده كل المختص باللغه الانجليزيه. انا ممنونه جدا، موفقين، شكرا جزيلا. وايضا باسعار بسيطه. مرحبا، شلونكم بنات؟ شلونك؟ الحمد لله. انت عرف عليك؟ انا فرح محمد. يا هلا فروحه. فروحة أنت طالبة؟ إيه طالبة وكاتبة روائية. ما شاء الله، شنو؟ هاي روايتي. إيه رواية الكتاب المفقود صدرت اليوم. يا عيني، موفقة، مبروك. شكرا. عن شنو تتحدث؟ تتحدث عن مثلا إذا قابلت نسخة ثانية من عندي شنو حتكون ردة فعلك؟ نفسي بالضبط؟ ويخلق من الشبه 40 مو صح؟ إيه. راح تكون نسخة نفسك، يعني نفس الشكل، نفس الاسم، نفس التصرفات. فهنا تبدي هاي الرواية، إنه من مجموعة أطفال شباب من دار أيتام راح يقابلون نسخ تشبههم، ويبدي الصدام بيناتهم، إنه يعني مو نسخة يعني تقولين شخص يشبهك من مظهر بس. يعني مرات أنا أختلف عن نفسي وما وافق نفسي بالرأي. إيه. هذا مضمون ثابت؟ إي. شلون إنه يكون نسخة مثلاً شخص يتفاهم ويا نسخته ويتفهمها، بينما شخص ثاني دخل بصراع ويا شبيهة. لا يهمني هذا العالم وقوانينه، أنا أريد شيئاً واحداً فقط، زهرة واحدة تستطيع أن تكون حديقتي. أي. حلو، شخص واحد يمكن أن يصنع عالمي. هذا إيش قد سعره؟ هاي النسختين سوى سعرهم 20,000. شو اختلف هاي النسخة عن الثانية؟ هذا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني. ما شاء الله، أنت داخلة بقوة جزئين. إيه. ومو بس الكتاب، ويا يجي ظرف بملحقات للرواية، فواصل رسائل ريدية من الشخصيات نفسهم، وورقة بها رموز وشفرات على مود القارئ. يعني هيك شيء. فرح، شلون وصلتي لهذه المرحلة بالكتابة؟ أنا من أني صغيرة أحب الروايات وأكل. كم عمرك؟ 19. تبين صغيرة. شكرا. كملي، شلون وصلتي لهذه المرحلة؟ إيه، من أني صغيرة يعني أقرب كتب خالتي عندها مكتبة كبيرة كانت، وقمت أحب القصص وأكتب قصص، بعدين قمت أكتب روايات، وإلى أن وصلت لهالمرحلة. أنا سعيدة وأفتخر بيك. شكراً. موفقة. وهسا وين نقدر نشتريه؟ وين موجودين حتى الناس تعرف؟ موجودين بدار الورشة الثقافية بالجناح ديسك. ديسك السعر هو فيناتهم ويا الهدايا مالتهم ب20,000. أنا ممنونة فرح محمد نوري، إن شاء الله تكونين روائية عالمية. شكراً جزيلاً. تسلمين. ممنونة. شكراً. الله يوفقك حبيبتي. السلام عليكم. ست، نقدر نسوي لقاء وياك؟ ممنونة، شكرا. هذا دار المؤلف للطباعة والنشر والتوزيع من لبنان. خلينا نشوف غيره. السلام عليكم، تعرف عليك من لبنان، هذه الكاميرا طالعين مباشر. اهلا وسهلا. نزارع الانسايكلوميديا. تكلمني عن البوث الخاص بكم، اهم الاصدارات. نحن دار نشر متخصص بكتب الديزاين، طبعا اسمنا انسايكلوميديا، مقرنا بيروت لبنان، متخصصين بكتب العمارة، تصميم، فنون، هندسة معمارية، هندسة تصميم داخلي، جرافيك ديزاين، بوكس، فاشن، كل شيء له علاقة بالديزاين. اخر اداراتنا كتاب بعد ما وصل اسمه كيلة في العمارة. في شنو؟ يعني هو مجموعة حكم وأمثلة قالوها مشاهير بالعمارة، معماريين من التاريخ قديما إلى الآن. يزها حديد ضمن الكتاب. صراحة ما انتبهت، بس ممكن كتير. هيدي إياها. طبعا نحن جمهورنا هو
المعماريين بشكل خاص، المهتمين بالديزاين، ديزاين مثل ما قلت، المهتمين بالجرافيك او بالفاشن بالازياء، كتب عن الحدائق، عن ترتيب البيت. هذا كلش حلو، يعني يقدر اي شخص رتب بيتي بالالوان والزوايا بكل، يعني ديزاين كلش حلو. عن ترتيب البيوت، في شيء له علاقه بالمودرن او باللكجري او بالكلاسيك ديزاين، يعني حسب ذوق العالم كيف بتحب تعمل بيوتها. بتقدر تلاقي كتب مرجع لها لحتى تاخذ افكار بكل. كيف هي الاسعار؟ كيف تتراوح الاسعار؟ هلا صراحه نحن عاملين اسعار خاصه لبغداد. بشكل عام كتاب الديزاين هو كتاب كلفته غاليه، مش مثل باقي الكتب، بس في كتب ممكن تبلش من 25 30 الف لحد 60 70 الف على حسب. هذا الكتاب اكيد لكل النساء محبين الطبخ. خلينا نشوف هذا الكتاب مصورنا، هذا شنو؟ هيدا كتاب طبخ طبعا للاشياء الفيجيتيريان، اوكي، يعني محبي الطبخ الهيلثي او الناس اللي بتحب بس تستعمل نعم نعم هاي الاكلات طبعا اكلات مع المقادير تبعولها، مع نوع المواد يلي بتنحط بالطبخه. هلا صرنا عم نحكي عن الطبخ طبعا، يعني طريقه التحضير والفاينل لاي اوت بالاخير كيف بتطلع الطبخه او شو ما كان شيء له عليها بالاكل. شيء جديد على المعرض وحلو ومميز جدا. اني اشكرك موفق، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا فيكم، موفقين. شكرا لك. كل شيء موجود بمعرض بغداد مثل ما تفضل الاخ من الديزاينر، وهذه الشركات عندنا هوايه هسه مختصه بالديكورات وبالالوان وغيرها، فهذا شيء لكم وان شاء الله تلقون كل شيء موجود هنا. السلام عليكم، كنت اعرف عليكم. شكرا شكرا، ممنونه. خلينا ننتقل الى دار ابجد. مرحبا، شلونكم؟ السلام عليكم. يلا ابجد هوز، شو اخباركم؟ اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. احنا كل سنه نشوف شنو الاشياء الجديده عند ابجد هوز، شنو السنه اضافاتكم؟ والله عندنا هواي ايتمات جد جديده، يعني احنا العائليه تبون نراويكم. يلا شوفوا الارضيه مشاهدينا، الارضيه تختلف عن المعرض، ارضيه خشبيه متقصدين هنا بابجد هوس، دائما يخلون اشياء مفيده وفكريه وتختلف عن البقيه. شنو عندك اليوم؟ شو محضر لنا؟ كل سنه احنا نشوف اهم الالعاب الفكريه للاطفال، وده تشوفون الاطفال هنا مخلي لهم هذا الميز حتى يلعبون. تعال ماما لا تخاف، هذه باعوا الالعاب مال الالوان وغيرها. يلا اشرح لي. لا اشرح لي. مرحبا، تفضل. شنو هذه؟ هذه لعبة ماستر مايند، لعبة حساب احتمالات، نلعبها شخصين عندنا هنا. شوف مثل ما شوف نظام عندنا هنا، ورا الحاجز بخلي خمس ألوان من الألوان الموجودة هنا. المطلوب من عندك، عندك 12 محاولة لازم تجيبها مضبوطة مثل ما موجودة ورا الحاجز بالضبط. زين، أنت شلون راح تعرف الألوان اللي موجودة ورا الحاجز؟ راح تختار عندك مثلا، خليت هنا خمس ألوان بشكل عشوائي. أنا عندي هنا هذا الأسود والأبيض، راح أقيم المحاولة مالتك. مثلا هنا أنا مخلي لك أسود أسود فراغ. كم شخص؟ شخصين يلعبوها هذه. فهنا مثلا منطي أسود أسود أبيض، وهذا هنا أنا أبيض. شنو معناها؟ أسود جاي أقول لك معناها هاي اللون اللي مخليه هنا موجود ورا الحاجز بس مكانه غلط، مو نفس هذا الترتيب. هنا أنا الثاني نفس الشيء، هنا مخلي لك يا فارغ، يعني اللون الثالث ما موجود أصلا. كل لعبة لها قوانين ولها مشاركة، هذا تحفز التفكير وايضا تساعد الاخرين بانه يشاركون باللعبات. اشوف شنو اشتريت، شنو اشتريت؟ اكيد حياة ودرج. يعني والله اشتريتها لابني، وراء هذا لودو، فهم يلعبون عندي اثنين ولد. صرنا بوقت قل يلعبون ويا اطفالهم، اذا يريد له ابنه ينطي التليفون وينزل له العاب. صحيح صحيح، بس انا حاليا يعني تليفون عازل عنهم، يعني رسمي عندهم بلازما، فهم يباعون عليها احسن، يدرسون عليها احسن، فيعني اجيب لهم هيك شغلات احسن من التليفون. تليفون لان اصلا اكيد من كنت صغير انت لعبت هاي اللعبه، هسه راح تلعب ويا ابنك؟ فالعبها وياهم عادي، وحتى اللود العبها وياهم. عاشت ايدك، موفق وان شاء الله موفق ابنك. خلينا نشوف بعد اللعبات الموجوده عندكم. مثلا شوفوا هذه الايتم جانا جديد،
هذه لعبة بالوني، لعبة عائلية، هي لعبة مشاعر. الفكرة من عندها يعني اللي شايفين فيلم انسايد اوت راح يفهمون الفكرة اكثر. هاي هنا أنا مطيني بطاقات تمثل المشاعر مالتنا، الغضب عندي مثلا بيها، هذا الفرحان، هذا المتفاجئ، المستاء، بيها سبع مشاعر متكاملة. بنفس الوقت عندي كل بطاقة من بطاقات المشاعر اكو شيء اذيها، مثلا هذا عندي دنبوس هنا يفجر بطاقة هذا المستاء، وبنفس الوقت اكو عندي علاج له اللي هو هذا البم منفاخ، اقدر اني اعالجها للمشاعر مرة ثانية. واكو عندنا بزازين تخربشهن، واكو عندي همات هنا نرجع نتيبن ونلزقهن. هاي لأي عمر؟ هذه لعبة عائلية تصنيفها، نقدر نلعبها من عمر 6 سنوات وفوق، فيلعبون صغار ويا كبار، تفيد للي جماعات العائلية اللي تكون بيها المستويات الذكاء متفاوتة. أني ممنونة جدا لك، خلينا نشوف شنو موجود بعد هنا، دا نشوف الأطفال دا يلعبون، تعالوا ويانا مصورنا. السلام عليكم. شنو لقيتوا هنا؟ والله لقينا كل شيء حلو، لا بعدنا إن شاء الله، بعد نستولج لنا نشوف. عجبتك هاي اللعبة؟ عجبتك؟ شنو اسمك ماما؟ لا ينسي ساعات اسم الثلاثي ما شاء الله. شنو هاي تحبين هاي اللعبة؟ هاي اللعبة مال الملابس، شرحي لنا هاي اللعبة شنو؟ هاي لعبة؟ هاي سولفي لنا عن هذه اللعبة. هاي اللعبة يتحرك السهم ومثلا صار على الأبيض اللي هو الثلج، تمام؟ وناخذ المطرقة يلعبها اثنين بلاير، يعني لاعبين اثنين، تمام؟ فضربة واحدة لازم. فهسه هاي البيضة الثلج الأبيض ضربة واحدة. أيوة لازم هي تفهم القوانين اللعبة. أي لازم هي تفهمها وحسب شنو يطلع لك بالسهم. السهم وضربة واحدة لازم، واللي يوقع البطيق بالنهاية بالثلج يغرق خاص هو اللي يخسر. حلوة، وراح تشرحي لها كل الألعاب. هذه شفتها أنا على النت، هاي هذه المشاعر هم تيمن الأسرع يكونها، هذه مكعبات. مكعبات إيه تعطي هي، وهي رأسا تركبها على نفس التركيب راسا نسويها. منو الاسرع هو يفوز؟ هو يفوز. اغلب اللعبات بمشاركه شخصين، واكو اكثر، اكو اكثر، اكو تنميه اللي تخص الاطفال توحد وهيك تكون هو شخص وحده مهارات دقيقه. ليش والله شوفي اياهم، يلا خلينا نشوف اللي الكل. انا اشكركم، ان شاء الله تلقون شيء حلو الليان. يلا وجهنا للكاميرا، خلينا نشوف شنو هاي اللعبه. هاي مهارات دقيقه. اي من نايه من نايه. اي مهارات دقيقه، اشكال ولون دخلها هيك، تمام؟ ليش؟ لأن الأطفال التوحد ما يركزون، فيحتاج نظرهم، فصرت أزر حركة وبصري. هاي هم ماتين تركيزي، أعرف هذا يا شكل وين يدخله واللون، تماثل فيعرف ألوان تركيزه وبصر، تمام؟ هذه الشريحة مهمة جداً للأطفال يعانون من الأمراض عقلية أو أبجد هوس، في ألعاب خاصة لأطفالكم، فتعالوا حتى تستفادون. وأسعارها؟ أسعارها 5-6 هيك، يعني أسعار مناسبة للجميع. أي أكيد. شكراً إلك، ممنونة، وشكراً لأبجد هوس اللي دائماً يعني ينشرون لنا هاي الأشياء الحلوة. السلام عليكم. يا أهلاً، تعرف عليك؟ تقدر نسولف؟ ما أقدر أطلع لقاء. زين شنو تريدين انت تشترين من هنا؟ ما اقدر اطلع لقاء. شكرا، ممنونه حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. امام الكاميرا ممكن نسوي لك لقاء؟ شكرا. شكرا لكم. يلا ما ان مقطع خصوصيتكم، تحبون تشترون وهذا الوقت لكم اكيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو يشرح لكم؟ والله عم بشرح عن الكتاب. شنو هالكتاب؟ سؤال. الكتاب اسمه سقوط الحضاره الغربيه. هو منتقى من كلمات الإمام السيد علي الخامنئي، بيحكي فيه بالبداية عن شو معنى مصطلح الحضارة باللغة، بعدين بيحكي مصطلح الحضارة فعليا شو هو، هل هو بس عم بيعبر عن نمط الحياة، عن التراث، عن الأعمار، شو عم بيعبر، بيعرف فعلا شو هو هذا المصطلح، بعدين بيطلع للغرب بيحكي الغرب كيف تطور لنوصل للثورة الصناعية، شو كان أهدافها لنوصل لليوم القرن 21، وما يحكى عن الجندرية و تنبؤات المستقبل كلها موجودة في هذا الكتاب. يحكي عن سقوط هذه الحضارة إلى لا رجعة طبعا، لأنه آخر شيء المجتمع لما بيوصل إلى أكبر مكان من اللا أخلاق بده ينحدر، ما بيقدر يكفي. بيحكي كثير عن موضوع الأسرة، لأنه هو نواة المجتمع الأسرة، لما بنقدر نفسد الأسرة يعني أفسدنا كامل المجتمع. عرفنا عن الدار وأهم المصادر الموجودة فيه. نحن دار المعارف الإسلامية الثقافية من لبنان، هذه الدار تعنى بمجموعة من الإصدارات
طبعا الدينية والثقافية. بالدين في عنا شيء له علاقة بالعقائد، بالسيرة، بالأخلاق، بالقرآن الكريم، في كتير كتب ودراسات قرآنية ما يعنى للأخوات وللأخوة. كل اللي يجوك من الشباب تشرح لهم على كتاب كتاب كل الكتب تعرف شنو موجود مضمون تقريبا دي. طبيعي، لأنه آخر شيء نحن لسنا دار تجاري، نحن هدفنا نشر الإسلام المحمدي الأصيل، لأنه نحن اليوم بحالة فوبيا لا إسلام اللي عمل الغرب ضدنا. نحن واجبنا نبين الإسلام ومضمونه الحقيقي، لأنه رسالة النبي صلى الله عليه وآله، الله سبحانه وتعالى شو قال له؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللي بده يكون رحمة بده يقدم نموذج مجتمع راق، وإلا لا يتناسب مجتمع محمد صلى الله عليه وآله مع المجتمع اللي نحن شفناه بالعراق وبسوريا وكثير من الدول. اليوم أدل ما يكون على الحضارة الغربية ما يحصل في غزة. ممنونة جدا، الله يحفظكم وعشتكم على هذا الشرح الكافي والوافي، أحسنتم، شكرا جزيلا. كتاب دار يعرف شنو ينشر عكس دار موجودة عندها كتب بس ما يعرف شنو مضمونها، بس أنه يشوف هذه الكتب ممكن أكو إقبال عليها. للأسف عندنا هواي الشباب يمكن ما يقرون بس عندهم هذه أنه أوكي أنه هذه الكتب يشتروها حاليا. بنات السلام عليكم، أنا ممنونة جدا، مرحبا. دار ايه عفوا، بس انا مش مخول احكي اي شيء عن دار من الاداره، مش من شنو متطوع هنا؟ انا موظف، بس موظف ايه بالدار، موظف بالدار، بالدار صح. موفق، شكرا، الله يرزقكم. شوف هذا الاصدار انه من سليماني، موجود هنا في دار الموده سي 10. هذا ايش قد سعره؟ هيدا سعره 6000. موجودة مختلف الكتب موجودة هنا. دار زين العابدين، السلام عليكم، تعرف عليكم؟ إذا نسولف تعرف الدار شنو موجود بيه؟ الدار كتب تراثية أدبية لغة ونحو و... فوزا عظيما هذه السنة جديدة. هذا جديد، تدري 3 روايات جدد، أحمد صديق مؤلف كويتي، ملا أحمد صديق هو من أهل المنبر، روايات ميانة، روايات حلوة وأحسن بيئة لسه بالعالم عندنا هذا. هذا؟ إليزابيث في كربلاء. فلا تلوموني، لوموا أنفسكم، وفوزا عظيما. هذين 3 عناوين. وراجوت هذا أحمد صديق وعنده بودكاست وهو متكلم ما شاء الله، وهذه إصداراته موجودة في دار زين العابدين. ايش قد اسعارها؟ 3000 دينار. 3000 اصدار ب 3000. عاشتيتكم، الله يسلمكم، اهلا وسهلا، الله يرزقكم. السلام عليكم بنات، شلونكم؟ نقدر نسولف وياكم؟ شكرا جزيلا، الله يحفظكم. خلينا نشوف، هو اريد اسالهم البنات اخذوا مبادره اقرا بعدهم. السلام عليكم، نقدر نتعرف عليكم على الدار؟ تعالوا هنا، مرحبا، شلونك؟ شلونك؟ هلا وسهلا، هلا حبيبتي. طيبة هنا شنو؟ مشاركة بكتاب أحد الكتب. دهاليز. دهاليز؟ مشاركين بي. ندخل، خلنا ندخل نشوف ونعرف تفاصيله وحجيكم هسا. يا أهلا بيج، هلا شوفوا وين بالله هذا. أي مجموعة كتاب مشاركين بهذا الكتاب، وصاحب المسؤول عن هاي الفكرة هو فارس. قد انتو بنات؟ تقريبا 20 شخص مشاركين بهذا الكتاب. ايش قلت؟ 17 شخص. هذه مو اول مره انا شافتها هوايه، يعني مجموعه اللي يشارك بكتابه معينه، مضمونه مختلف، كل قصص قصيره، كل واحد بينا عنده قصه. اها حلو. وهو ساعدكم بالاصدار؟ ايش يعني؟ انتوا جاي توقعونه هسه؟ موفقين، سولفي لنا عنك. السلام عليكم، انا زينب سلمان، كاتبه بدهاليز. كتبتي بالله؟ قصة قبور سائرة، هي عن فلسطين. أي؟ أي. شكرا حبيبتي. شنو مضمونها؟ تتكلم عن فلسطين؟ أي تتكلم عن فلسطين، حكيت بها هيك يعني شوية دراما، وهيك يعني ضليت أتعمق بها وطلع شوية هيك. حلو. من الوحي الواقع الحالي يعني ما يجرى في فلسطين؟ أي. تقريبا من الواقع هي. ما عرفت أنت شنو كتبتي بالضبط؟ جريح أكتوبر، قصة عن مظاهرات. والأخت؟ السلام عليكم، أنا اسمي زهرة محمد، كتبت قصة القتل المبهج. تحكي القصة عن شخص يعشق بنية بس بعدين يصير أحداث أمراض نفسية بهاي العلاقة.
حلو. علاقة شوية معقدة يعني. القصة مسمومة، علاقة مسمومة. حلو ان انت تنصحين. كلش معقدة، كلش معقدة. شكرا لك. السلام عليكم. تعرف علي؟ اهلا وسهلا. ياسين شالوم من الموصل، مشارك مع الزميلات والاخوة معرض بارك، مشاركة اولى. شاركت بقصة لطفلة فقدت والدها بمعارك تحرير في الموصل، كقصة واقعية حقيقية وكقصة قصيرة ومشاركة أولية إليها في دهاليز. نعم تمام. وإن شاء الله بداية خطوة جديدة لكل شاب بإذن الله، نحن والزميلات والأخوة إن شاء الله. اليوم أشارك بكتاب إن شاء الله السنة القادمة بكتاب واحد إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. حلو نشوف هاي أفكار جديدة. سوي دعم لشباب من زميلي كان معايا بالكلية، طرح هاي الفكرة وشاركت بيها وإن شاء الله مستمرة. القصة شنو نهايتها؟ أنت شوقتني. القصة لطفلة جالسة على طريق المارة تنتظر والدها يعني يعود، لكن الحرب أخذته وما عاد ورجعت إلى والدتها تنتظر أنه الأب في يوم من الأيام يرجع. بقى في مخيت أنه راح يرجع أبويا، ما أنه تعرفوا أنه هو شهيد. هاي اغلب عوائل الشهداء، الله يحفظهم يا رب ويعوضهم. السلام عليكم. السلام عليكم. لؤي محمد من الموصل. يا اهلا بيك. يا اهلا من الموصل. مشارك بكتاب دهاليز بقصه همين ويا الزملاء، مضمونها عن قصه النساء زوجات الشهداء وشلون راح يعانون بعد وفاه ازواجهم من وحوش البشريه او الطامعين بهم، وشلون راح يتعاملوا ويا والمواجهة ويا المشاكل هاي. أحسنت، شكرا. مرحبا، شلونك؟ تعرف عليك؟ صفا، مشاركة بكتاب دهاليز. اسم قصتي 10 من ديسمبر، من بغداد موجودة هنا. اسم قصتي 10 من ديسمبر، هي قصة خيالية نوعا ما لكن بها بعض الأحداث الحقيقية اللي تخصني أنا. أول كتابة إلك؟ أول كتاب. شوفي نفسك راح تطورين؟ يعني إيه، عندي استعداد، عندي استعداد. موفقة، أشوفكم إن شاء الله روائيين أو كتاب بالأماكن. ممنونة جدا، موفقين شبابنا، الله يحفظكم وإن شاء الله أشوفهم سنة على سنة بالتوفيق. نشوف مصر. السلام عليكم. تعرف عليكم؟ شكرا شكرا. يلا ها هي. السلام عليكم، شلون الصحة؟ مرحبا يا عائلتي. العائلة يا ولدي، هذول عندهم فد اهتمامات بكتب قصص الأطفال. أنت متفاجئ باهتماماتهم؟ هذا الجيل لأن احنا رابين اصلا في قنوات من الثقافه. والدي كان الله يرحمه دكتور واستاذ جامعي جامعه بغداد كليه اللغات، وكانت عنده مكتبه شخصيه تضم 17000 مجلد زين، لكنه كان اختصاصه لغات زين، وتلقين بمكتبته كتب بالادب الانجليزي بالادب الفرنسي وكتب متنوعه وحتى بالكتب الاسلاميه زين. اي بس الاحفاد ورثوا القراءه من الجد. اي عافيه عافيه. اي الحمد لله الحمد لله. تعالوا ماما تعرف عليكم. شنو اسمك ماما؟ علي. علي، وشنو اسمك؟ احمد. شنو تحبون تقرون؟ احب الروايات خياليه. اي قصص الابطال الخارقين هيك يعني نايا. بس شنو اشتريت؟ عندك اشتريت انت شنو تحب تقرا؟ انا احب اسمونه روايات خياليه وقصص من الكوميكس اللي هي تكون مصوره وما ابطال خارقين مصوره. لازم بيها شويه حداثه واكشن. اي طبعا. خلينا نشوف شنو هذا الكتاب. اشتريت هذه قصه شلون ما التحقيق وما ادري شنو الجريمه الانتهازي. شلون زين انت على اساس اشتريت هذا الكتاب؟ هذا الكاتب قاري له من قبل اعمال وانه حتى شلون مترابطه القصه مال الكتاب. اي انت تحب هذا الكاتب فاشتريت له الكتاب. بعد شنو اشتريت؟ ما اشتريت غيره. تعجبهم عنوان الكتاب زين، واكبر القراء كانوا يعني العناوين هي اللي تعجبهم. مثلا انا سامع من احد الكبار القراء انه يقول اول كتاب قراته كان عجبني الموضوع مالته والعنوان مالته اللي هو سبعه قتلى في ضربه واحده. يقول بعدين ورا ما العصفورين وحجر واحد اقتنيت الكتاب، بعد ما اقتنى الكتاب وقراه طلع شنو يحكي عن العفو، عصا اللي تقتل بها الذباب، فهي عصا قتلت سبع ذبابات. فعلا الاسم يجذب. خلينا نشوف ماما شنو اشتريت. كتب للشخص اسمه الكرتونات تبعها وانا صغير. والله وينها؟ خلينا نشوف. حلو، توم وجيري. والله افتحها. هاي قصص مصوره زين،
هاي من وين هي الدار اشتريتها؟ من الدار وين؟ دار نهضة مصر. اي واكو كتب يعني موجودة من دور عربية ودور عراقية، دور كتب نشر عراقية. هذيت لهم كابون اقرأ؟ لا لا كل ما اجي ما حصل بسبب الزخم. الزخم اللي موجود على معرض الكتاب، وهذا فشي يعني مفرح انه تلقين ببغداد اكو هيك يعني اهتمام بهذا الجانب. اذا هذا الجيل احنا بخير. شكرا لك وحياك الله. انا ممتنه لانه تسمح لهم بانه يبدعون، وسنه على سنه راح يصير عندهم يمكن اشياء ثانيه تهويهم. اكيد اكيد سنه على سنه يتطور اهتماماتهم تكثر. شكرا لك. ممنون. عجبتني الكلمه اللي حاطيها كصوره انه من انه العراق هنا أول الحرف وأول الكلمة في العراق فعلا. واليوم أنت بهذا الجيل اللي عندك إن شاء الله العراق يبقى بخير وزاهر والعراق يقرأ. أنا أشكرك. شكرا شكرا ستنا. الله يحفظكم. وهذه الدموع الحلوة. السلام عليكم من مصر. تعرف عليك تعبان يعني شوية هل كان شوية شو تقولوها أنتوا بالمصري؟ تعبان. نعم. ليش تعبان؟ من الوافة بس يعني شوي. الله يساعدك، ماكو احد وياك يساعدك. في متطوعين، في اعداد هواي متطوعين يعني. لا هو ما لا. لا ما اعرفش والله. احنا اول سنه نشترك في اول سنه. في ممكن تنسقون في انه يكون معاكم متطوعين، في شباب هواي تريد تشتغل بدون مقابل. هذه المتطوعين اجوا اليوم المعرض بغداد يساعدوكم بالبيع ويساعدون بالتنظيم. يمكن لي اول مشاركه، يمكن ما كنت تعلم بهذه المعلومه، ممكن مع اداره المعرض يوفروا لينا. فما عنديش خلفيه عن حاجات كثيره هنا. طيب عرفنا عن مكانكم الدار وبماذا مختص. احنا دار مكتبة طيبة بمصر. أنا اسمي شريف محمود، نعم صاحب دار مكتبة طيبة. طبعا شغلنا كله عبارة عن كتب الأطفال، تعليمية وكتب تفاعلية وتربوية. تواكب الحداثة؟ أكيد طبعا. احنا كل عندنا كل كتاب بيبقى ليه قيمة معينة بنغرز بيها عند الطفل هدف معين. ممنونة جدا. الله يساعدك ان شاء الله ترتاح، وان شاء الله يشترون منك. اغلب الشباب يحبون هذه الكتب ويحبون ايضا الكتب التعليميه. ممنونه شكرا لكم. الله يحفظكم. ننتقل الى مكان اخر. سلام عليكم بنات، شلونكم؟ تعرف عليكم. مرحبا سد. تعرف عليك؟ منى الجابري. روائيه. كل الهلا بيك. روائيه وصاحبه دار نشر ابي توري. ما شاء الله. عرفينا عن الدار الخاص بيك. ممكن اقعد يمك؟ انت تعبت. يلا عرفينا عن الدار. دار فيتوريا للطباعة والنشر هي دار فتية يعني عمرها ما يقارب 3 سنوات، بل لكن الحمد لله عندي كثير إصدارات خاصة بالدار وخاصة بي أنا شخصيا. سميتها فيتوريا إذا حابين تعرفون التسمية. يعني شنو فيتوريا؟ نعم هذه رواية سبق وكنت قاريتها قبل لا يعني أبدي بالدار، يعني أسس الدار. فكانت فيتوريا هي جزء من منطقة في هذه الرواية انبثقت منها ثورة الثقافة ونشر العلم ونشر الكتاب. شنو السنة عندك إصدار معين السنة؟ حاليا عندي إصدار لكن بالمطبعة، إن شاء الله يوم السبت يوصل. ويوم السبت أنتم مدعوين حفلة توقيع كتاب. احنا موجودين إن شاء الله نجيب هيك وقت. منى. منى الجابرينا. شكرا ست منى. أنا ممنونة إلك وموفقة، وإن شاء الله نحضر التوقيع الإصدار اللي خاص بها مثل منى صاحبة دار وغيرها موجودين في أرض معرض بغداد الدولي. وهذه دعوة لكم من اليوم إلى يوم 22، استغلوا الفرصة وتعالوا إلى هنا. خاصة تغطية